عباقرة العائلات الموسم السادس وديربي محافظة الأليوبية. وأفكركم بالنتيجة: عائلة سليم كفر شكر 105، عائلة أندراوس الخصوص 95. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل لدور الثمانية، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ هيبقى عندنا سؤالين لكل عيلة، ولكن قبل ما نسأل أول سؤال في عجلة الحظ عايز أروح لجمهور فارس محمد سيد. إزيك يا فارس؟ الحمد لله. عندك كم سنة؟ عندي 14. 14 سنة. فريق الإعداد قال لي إن صوتك حلو. إن شاء الله. مين اللي قال لك إن صوتك حلو؟ عيلتي كلهم قالوا لي إن صوتي حلو، أصحابي، كل الناس. كل الناس بتقول لك صوتك حلو؟ آه الحمد لله. طب هنسمع إيه؟ أغنية رمضان. رمضان في مصر حاجة تانية للفنان حسين الجسمي. جميلة جدا، أغنية حلوة أوي. سمعنا، اتفضل. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل، في كل حتة بنتمشى فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك وتصلي تراويح في الجامع، بالليل بتحلى والقعدة طاولة وضمانة وكوتشينة، والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيدة عن بعضينا. صوتك حلو فعلا، والأغنية دي حلوة، يعني اختيارك جميل. فرصة ان احنا نحيي الفنان القدير حسين الجسمي، دايما بيقدم لنا أغاني حلوة ومختلفة، وهو بيحب مصر جدا واحنا المصريين بنحبه جدا. بشكرك. شكرا. بشكرك جدا. نرجع لحلقة النهاردة والسؤال الأول. مورين رامي، وهنشوف السؤال الأول وموضوع السؤال إيه. علم. تمام. سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20. 20 نقطة. علم. والسؤال هو أدب. من هو الأديب المصري الراحل مؤلف سلسلة دفاتر التدوين الأدبية؟ تم نشرهم في الفترة من 2003 ل 2010، 7 دفاتر. كرول إجابتك. أحمد خالد توفيق. أحمد خالد توفيق إجابة خاطئة. يوسف إدريس. يوسف إدريس طبعاً إجابة خاطئة، كان توفى من قبلها بكتير. الإجابة الصحيحة جمال الغيطاني. هارد لك. السؤال الثاني نبيل محمد. أستاذ نبيل محمد، وهنشوف السؤال الثاني وموضوع السؤال ايه. علم. محدش احسن من حد. شكرا. شكرك، يعني حتى في دي متعادلين سوا. سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20 نقطة. تمام. علم. والسؤال هو علوم. يتكون اللب الخارجي لطبقة نواة الأرض من عنصرين معدنيين ذائبين، أحدهما الحديد، فما هو الآخر؟ تم اكتشاف النواة 1936. عدى عليكم في المدرسة، يعني ده سؤال ممكن محمد اللي يجاوبه. الكالسيوم. كالسيوم طبعا إجابة خاطئة. كالسيوم إزاي؟ كرولوس. سيليكا. سيليكا. كرولوس إجابة خاطئة. النيكل. نيكل. ده سؤال كان سهل جدا. السؤال الثالث كروس نبيل، وهنشوف السؤال الثالث وموضوع السؤال إيه.
قدرات ذهنية. تمام. سؤال بعشرين نقطة ولا 30 نقطة؟ 30 نقطة. دوس على البازر. سلاح ذو حدين. لو ال 30 نقطة دول طاروا كرسان طيب. كرسان انت طيب. خلي بالكوا 15 ثانية ما حدش يستعجل. قدرات ذهنية والسؤال هو. حل المسألة الآتية. 12 زائد 19 زائد 23 في 9 يساوي كام؟ 12 زائد 19 زائد 23 في 9 يساوي كام؟ ثانيتين. كرولوس اجابتك 238. إجابة صحيحة. برافو كرولوس. 30 نقطة. عائلة أندراوس تقدموا 125 عائلة أندراوس 105 عائلة سليم. زي ما توقعت قلت الماتش ده عندي. مع آخر سؤال. آخر سؤال إسراء. إسراء محمد وهنشوف موضوع السؤال إيه. لفة كاملة يا إسراء. فنون. سؤال في الفنون. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ 30 نقطة. دوس على البزر. لو الإجابة صح ألف مبروك التأهل إلى دور الثمانية. لو الإجابة غلط هارد لك عائلة أندراوس إلى دور الثمانية حتى لو ما جاوبتوش. عايز أحيي العيلتين على الأداء بتاع ماتش النهاردة ديربي الأليوبية. فنون والسؤال هو. فنون. من هو الفنان الراحل الذي قام بدور كامل سويلم في مسلسل العائلة؟ تأليف وحيد حامد وإخراج إسماعيل عبد الحافظ. بطولة عبد المنعم مدبولي، خيرية أحمد، ليلى علوي، طارق لطفي، محمد رياض. فنان قدير. عبد الرحمن أبو زهرة. عبد الرحمن أبو زهرة. إجابة خاطئة. إجابتك محمود مرسي. محمود مرسي. إجابة صحيحة. عائلة أندراوس إلى دور الثمانية. ألف مبروك عائلة سليم. هارد لك. هارد لك. هارد لك. المباراة طارت مع آخر سؤال. هارد لك يا أحمد. هارد لك يا محمد. هارد لك يا شمس. بس عايزة أشكر والدتي الغالية اللي هي لولا ربنا ثم هي ما كناش جينا هنا. وأشكر بابا الغالي اللي دعمنا من أول ما فكرنا في الفكرة. وأخواتي الغاليين اللي هم سندوني في العباقرة ورحنا مع بعض وجينا ورجعنا مع بعض. فشكراً لهم وشكراً كمان لعيلتي الغالية اللي شجعونا حتى لو هم مجوش بس على الأقل هم شجعونا ودعمونا. بشكر حضرتك وفريق الإعداد اللي بجد من أول يوم خالص في التصفيات هم كان نصر عين جداً بشوشة وقمة الاحترام والتقدير. وحتى يعني من أول التصفيات لغاية ما جينا هنا صراحة تعاملهم جميل جداً. ربنا يبارك فيهم. بحييهم وبحيي حضرتك. شكراً لحضرتك. أشكرك كتير. أشكرك. شكراً شكراً. بصي حاجة مهمة جداً. إحنا برنامج العباقرة بنحب العائلات، بنحب الأصحاب، بنحب المدارس، بنحب الجامعات. يعني إحنا كفريق عمل بنبقى مبسوطين بيكو، بنبقى فخورين بيكو. عشان كده تحس إن جوه الاستوديو إحنا أصحاب. إحنا مبسوطين إن إحنا بقينا جزء دلوقتي من عائلة العباقرة. طبعاً نورتوا عائلة العباقرة. عائلة سليم بشكركم جداً جداً على الأداء الجميل في الموسم ده. وهارد لك ليكم. شكراً لحضرتك. نحيي كلنا عائلة سليم. عائلة أندراوس إلى دور الثمانية. مبروك. الله يبارك فيك. مباراة كانت صعبة وكانت متكافئة. ديربي ديربي يعني. ممتاز الصراحة. وأفضل لاعب كرولوس ب 80 نقطة. برافو عليك. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصلت عليها عائلات مصر في حلقة النهاردة 260 نقطة. ويبقى مجموع النقط من أول حلقة لحد دلوقتي 5980 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري، الداعم الرئيسي لمشروعات المرأة المعيلة في كافة المجالات.
أشوفكم بإذن الله في دول الثمانية، وعلى سليم بإذن الله هشوفكم تاني إن شاء الله. إن شاء الله أكيد إن شاء الله. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.